لم يتأخر الاتحاد العام التونسي للشغل في الإعلان عن خطوته التصعيدية المقبلة بعد الإضراب الأخير الذي شهدته البلاد. إضراب عام آخر في 17 من كانون الثاني يناير المقبل ستشهده تونس في حال عدم التوصل إلى اتفاق للزيادة في الأجور بين المنظمة النقابية والحكومة، التي دعا رئيسها خلال جلسة انطلاق مناقشة الموازنة العامة إلى اتفاق واقعي حول الأجور يراعي الوضع الاقتصادي الصعب. نحب نأكد اللي احنا في الحكومة حريصين على مناخ اجتماعي سليم قوامه الحوار والوصول إلى تفاهمات واقعية تراعي وضعية المالية العمومية وتحافظ على توازنات البلاد، واحنا أكثر من غيرنا واعين بأهمية السلم الاجتماعية في هذه الفترة. موازنة 2019 التي عدتها الحكومة تسعى بحسب الشاهد إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحد من التضخم وعجز الموازنة، خطوات حتى وإن تحققت فإنها لن تنهي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. التنقيص في العجز هذه كذلك حاجة مليح، فما نقص في عدد البطالين كذلك بنسب ضعيفة، الكل هذه مؤشرات جيدة، ولكن اللي أنا شخصيا مقلقني هو غياب البوصلة. الأسابيع المقبلة ستشهد استئناف المفاوضات بين الطرفين الحكومي والنقابي في ظل مطالبة اتحاد الشغل بزيادات في الأجور تعتبرها الحكومة غير واقعية، ما جعل بعض المتابعين يتوقعون شتاء ساخنا ستشهده البلاد. في الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة يتحدث عن تحسن المؤشرات الاقتصادية، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وهو ما يؤكد استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. مراد الدلنسي، تونس، الميادين.